مجمع الأمير مولاي عبد الله واحدة من المنشآت التي يزخر بها المغرب. رأى النور في مطلع ثمانينيات القرن الماضي أول تظاهرة استضافها كأس فلسطين للشباب في كرة القدم، ثم ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 83، قبل أن يصبح ولاثنتين وعشرين مرة قبلة للمباريات النهائية لكأس العرش. مرافقه تخضع لإصلاحات وتدخلات دورية على أن الواجهة تبقى هي الأرضية المعشوشبة والتي تثير مخاوف البعض بمناسبة هذه النهاية. الأرضية ديال المعشوشبة ديال المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله توضعت في سنة 2000، أنا دابا 12 سنة، والآن حنا في فصل الخريف، وكتعرفوا العشب تيتأثر بشكل كبير بهذا الفصل هذا. حنا كنحاول ما أمكن، تنتمنى على الله باش ما تكونش شي أمطار اللي تعرق السير العادي والجميل ديال المقابلة. وإذا كانت الأرضية في حاجة للاستبدال بعد أن عمرت لأزيد من 10 سنوات، فإن الصبورة الإلكترونية تبقى مرآة تضفي مسحة من الجمالية والرونق على الفضاء. كما تعرفوا الصبارة الإلكترونية هذه تتكون مجموعة تاع لي لوجيسيال اللي هي خاصة بكرة القدم أو بجميع الرياضات تقريبا، وهذيك اللمسة هذيك اللمسة الفنية عندنا هي كيفية استعمال ذاك لي لوجيسيال نتاع كرة القدم. إلى جانب المباريات النهائية لكأس العرش، ارتبط ويرتبط ذكر مجمع الأمير مولاي عبد الله بتظاهرات رياضية كبرى كجائزة محمد السادس في ألعاب القوة ومباريات المنتخب الوطني، فضلا عن مباريات البطولة الاحترافية.